هادشي هادشي خاص المخزن ني تيديرو عاجاج من طبيعه الحال خاصهم يقلبونا تيجا الشعب مزيانه ماشي كفحال اسفات طردنا حنا العنف بزاف شفنا حنا الموت كتب النار بحنا حياه جديده فاسف هو بالنسبه للامن تاع مراكش تيقوم بالتغطيه دائما تاع كل كاع المقابلات طول الموسم وبالنسبه لمراكش ديما تكون تغطيه امنيه في صالح الجمهور من واحد الناحيه تكون بالنسبه للقصر انا ما تيخليهمش يدخلوا ولكن هذا من مصلحه الجمهور المراكشي حيت اغلبيه تاع المشاكل اللي تتسبب فيها كاع الجماهير تكون بالنسبه للقصيرين وتنطلب من موالي جهات مراكش انه يتعاون معنا ويخلي ديما التغطيه ديال تاع الامن تكون بحال هكا مزيانه وبالنسبه للقصيرين نجري لهم شي حل باش يبداو يدخلوا ويتفرجوا وديما كوكب ونتمنوا من الكوكب تبقى في بريمير سيري وبالتوفيق لجميع الفرق المغربيه وبطوله ومبروك البطوله للوداد الرياضي البيطاوي وتحيه رياضيه مراكشيه لجميع الجماهير المغربيه. السلام عليكم، حنا جينا نشوفوا الفريق جانا اللي هو الكوكب المراكشي. اول اجواء هنا مزيانه، الامن مزيان، وان شاء الله غادي نربحوا وغادي نبقى في بروميير سيري الى بالله الله. وراه الجماهير دايره الدور ديالها، خاص الامن تجر الدور ديالها حيتاش في الاسفيرة كلشي شاف اش وقع، واش الفضيحه اللي وقعت. وتنتمنى من الجماهير يجيو عقلهم واحد شويه، راه هادشي راه ما بقاش في المغرب، خصهم يتحضروا واحد شويه وان شاء الله وجي ما كوكب. ايوا هادشي ما يمكن ليش يشجع الناس يجيو للملاعب، لانه الامن هو كلشي. الحمد لله الناس قايمين بالمهمه ديال مال حسن ما وراهم، الشيء هذا عادي وحنا كنرتاحوا ليه. الشيء هذا كيخلي الانسان يتشجع ويجيب معاه العائله ديالو وليداتو الزوجه ديالو، وهادشي ما يمكن اللي يدفع بالرياضه المغربيه للامام. بوليس بعدا اليوم ضريفين راه كينتعوا شويه، ماشي كيجيما راك شفتي كيتعامل مزيان، الهضره زوينه، حنا كاع جينا طوب بلاص اللي قدام هذا معنا المزيان. اليوم بعدا راه مسلكين، حسوا بينا واقيلا بنا نصيحوا ولا ما بقينا فيه ولا ما غاديش يشيروا معنا. ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله غتربح الكوكب، ان شاء الله غنبقاو في بريمير سيري. وانا بيني وبينك ما نكذبش عليك، بقينا ولا طحنا خاص بزاف ديال التغييرات يوقعوا، خاص داك المكتب كامل يتعاود ازيرو كلاوه. هاد الفرقه هادي كلاوه. مرحبا بالجمهور تاع الوداد، حيت هادوك الناس راه نقيين، راه شتي راه ما كيديروا لا شغب لا والو، ومحترميننا احترام تحترم حتى هما كيحترمونا حتى حنا نحترموهم، مرحبا بهم في اي وقيته. وصافي هادشي اللي كاين ان شاء الله ما نطيحوش وديما كوكب. انا جاي من فرنسا باش نشجع الكوكب.